درس اللغة العربية، قرأ القرآن وعارض قرارات حظر النقاب والرسوم المسيئة للرسول. توجهات الملك البريطاني الجديد تثير جدلاً واسعاً حول العالم، وصل حد اتهامه باعتناق الإسلام. التاج الذي يمثل رئيس الكنيسة الإنجليزية أصبح في نظر الإعلام منفتحاً وثائراً بعدما عبر عن آراء مختلفة عما تبنته الملكة إليزابيث. كتاب تشارلز في السبعين يكشف الستار ويبوح بالأسرار، أسرار الأمير تشارلز الذي أصبح ملكاً على العرش البريطاني بعد وفاة إليزابيث، ما جعل الصحافة العالمية تسلط الضوء عليه بشكل غير مسبوق. الملك الجديد أظهر شغفاً كبيراً بالثقافة الإسلامية واطلع سابقاً على آيات من القرآن الكريم، كما كان يوقع على الرسائل المبعوثة إلى المسؤولين العرب باللغة العربية الفصحى. ليس هذا فحسب، بل إنه انتقد سابقاً قرار حظر النقاب الذي تبنته فرنسا، وشجب نشر الرسوم الكاريكاتيرية التي سخرت من النبي محمد. تشارلز لم يخفي يوماً معرفته بالدين الإسلامي، معتبراً أنه من أعظم كنوز الحكمة والمعرفة الروحية المتاحة للبشر، وأن قيمه تعلم الجميع طريقة مثلى للتفاهم والتعايش. آراء الملك البريطاني الجديد جعلته وسط عاصفة من الشائعات أبرزها اعتناق الدين الإسلامي. مواقع بريطانية كانت قد نقلت خبر إسلامه قبل سنوات، لكن قصر باكنغهام أكد أن الأمر عار من الصحة، وأن تشارلز معجب بالإسلام ومطلع عليه، وهذا ما يفسر رأيه في الخطاب الذي رفض فيه ربط الإسلام بالتطرف. بعيداً عن الشؤون الدينية، كان تشارلز ولياً للعهد مدافعاً عن السلام وساخطاً على الحروب، فقد خالف فكرة غزو العراق وشدد على ضرورة إيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما زار الأراضي الفلسطينية ودولاً عربية من الخليج كالإمارات والسعودية وقطر. والكل يتذكر الصور الشهيرة التي ظهر فيها ولي العهد البريطاني بالزي السعودي. ليس غريباً على الملك تشارلز أن يكون أكثر انفتاحاً، فهو الذي تصفه المجلات البريطانية بالمثقف والمطلع على مختلف الشؤون السياسية والدينية في كل أنحاء العالم، وبهذا تتوقع التقارير أن تعرف المملكة توجهاً جديداً في عهده. فهل تصيب التوقعات أم إن تقاليد العرش البريطاني لا تعترف بأفكار الملك؟